كل سنة وحضراتكم ووطننا الغالي بخير وعزة وكرامة وتنمية. النهاردة بتحل الذكرى 72 لثورة يوليو المجيدة، ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة بأسرها، فأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها وألهمت شهوب العالم. النهاردة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة يوليو المجيدة رسخت دور مصر الفاعل في محيطها العربي والإفريقي وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم، وهو ما حافظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة. وأضاف: وتواكبت مصر مع تغيرات الزمن فانفتحت على العالم وجاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، واندمجت في منظومة التجارة العالمية مع التركيز الدائم على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع من تقلبات الاقتصاد العالمي وصدماته. وأكد الرئيس السيسي أن مصر حافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها، وأرست سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض مع التمسك الراسخ والثابت بحقوق أشقائها ومصالحهم، خاصة الأشقاء الفلسطينيين، وحماية قضيتهم العادلة من التصفية والعمل المكثف لمساندة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة. ولقد تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني وصون كرامة الوطن ومواطنيه وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا. كما رسخت ثورة يوليو المجيدة دور مصر الفاعل في محيطها العربي والإفريقي وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم، وهو ما حافظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة. وتواكبت مصر مع تغيرات الزمن فانفتحت على العالم وجاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، واندمجت في منظومة التجارة العالمية مع التركيز الدائم على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع من تقلبات الاقتصاد العالمي وصدماته، والعمل من خلال منظومات متكاملة وفاعلة على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة. كما حافظت مصر على أرضها وسيادتها واستقلالها، وأرست سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض مع التمسك الراسخ والثابت بحقوق أشقائها ومصالحهم، وخاصة الأشقاء الفلسطينيين، وحماية قضيتهم العادلة من التصفية، والعمل المكثف لمساندة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة. شعب مصر الأبي الكريم، إن الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر وغيرها من الدول تحديات جديدة وأوضاعا مركبة، فما بين زيادة التوتر والمواجهات الجيوسياسية على مستوى النظام الدولي إلى ما يعاني منه المحيط الإقليمي من انتشار الحروب والصراعات والاقتتال الأهلي وتمزق بعض الدول وانهيار مؤسساتها والأوضاع الإنسانية الكارثية وانتشار المجاعات والنزوح بالملايين، تضيف هذه الظروف غير المسبوقة أعباء هائلة على مصر لا يخفف منها سوى ما أعلمه يقينا من قوة شعبنا العظيم وصلابته أمام الشدائد وتماسكه ووحدته كالبنيان يشد بعضه بعضا، بما يجعلني واثقا بإذن الله وفضله أن مصر ستعبر تلك المرحلة المضطربة إقليميا ودوليا، وستواصل تقدمها ومثير تنميتها
وبناء دولتها بما يحقق تطلعاتنا جميعا في وطن حر كريم ومستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن. كما تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة، مؤكدة أنها كانت نموذجا في إرادة وكفاح شعبنا من أجل نيل حريته واستقلال قراره الوطني. جاء ذلك في منشور للسيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأضافت: كل عام وشعب مصر في أمن وسلام. أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق نار في الأيام الأخيرة، متمنيا له السلامة ومجددا الإدانة لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب والكراهية. كما نوه الرئيس بالروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه ترامب الذي توجه بالشكر للرئيس على اللفتة الكريمة. امبارح تم الإفراج عن 79 شخص من المحبوسين احتياطيا، وذلك استجابة لمطالب الحوار الوطني اللي قدمت للنائب العام ووزارة الداخلية. وجه الحوار الوطني الشكر والتقدير للرئيس السيسي على الاستجابة للقوى السياسية بالإفراج عن 79 من المحبوسين، وهو ما يؤكد اهتمامه بهذا الملف. كما ثمن الحوار الوطني حرص الرئيس الكبير على معالجة إشكالات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني. كمان النهارده يعقد الحوار الوطني جلستين لمناقشة مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي. خبر بهم عدد كبير من الطلاب بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة. أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات بداية من يوم الخميس 25 يوليو الجاري. كما سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال المواقع الظاهرة أمام حضراتكم على الشاشة. التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، هذه هي العناوين، يمكنكم الحصول على معلومات عن طريق الولوج إلى هذه المواقع.
صباح اليوم غادر الفوج الثاني من بعثة مصر إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال فترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل. من المنتظر أن يغادر عدد من اللاعبين في طائرة مساء اليوم بعد حصولهم على التأشيرات من السفارة الفرنسية للمشاركة. وكان قد وصل إلى القرية الأولمبية حتى الآن بعثات كرة اليد والكرة الطائرة وألعاب القوة وتنس الطاولة والرماية والتجديف ولاعب من منتخب القوس والسهم، هذا بالإضافة إلى وفد مقدمة البعثة الذي يعمل على إنهاء إجراءات البعثة كافة ومن أجل الحصول على كرنيهات تعريفات الهوية والتسكين داخل القرية الأولمبية. تشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبا ولاعبة بشكل أساسي و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين وصل إلى 164 في 22 رياضة مختلفة. كما تعد بعثة الفراعنة هي الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا. نبقى في عالم الرياضة. امبارح فاز النادي الأهلي على فريق بيراميدز بهدف نظيف في الجولة 31. سجل هذا الهدف وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر ليخطف أغلى ثلاث نقاط ربما خلال مشوار الفريق بالمسابقة، خاصة وأن هذا الفوز بيعتبر هو الثاني على بيراميدز المنافس المباشر للأهلي في هذا الموسم. رفع الأهلي رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة، غير أن الأهلي يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة أكثر من بيراميدز، وهو ما يدعم حظوظ الفريق الأحمر في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي. ينضم إلينا هاتفيا الناقد الرياضي محمد الصايغ. أستاذ محمد مساء الخير. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك. في رأيك هل أنهى الأهلي على أمال بيراميدز في أن هو يحقق البطولة هذا الموسم؟ في شك طبعا، ماتشين بيراميدز اخر مباراتين للنادي الاهلي اللي جمعت ما بين الاهلي وبيراميدز هيتحكموا بشكل كبير جدا في مسابقه الدوري الممتاز وهيحددوا حامل اللقب، لان النادي الاهلي كل مبارياته كان يمكن اصعب مباريات هي مباريات بيراميدز. اعتقد المباريات الجايه اسهل نسبيا من مباراه بيراميدز. الاهلي عنده 8 مباريات منتظره خلال الفتره اللي جايه، هيبداهم بمباراه النادي المصري اللي هتكون يوم الجمعه. الناحيه الثانيه بيراميدز عنده مباراه الزمالك اللي هتكون برضو يوم الجمعه. الاهلي زي ما حضرتك قلتي عنده 66 نقطه، بيراميدز عنده 68 نقطه. طب النادي الاهلي محتاج ايه؟ النادي الاهلي لو حصد 17 نقطه من اصل 27 هيتساوى مع بيراميدز ويتعادل بعدها اخر ماتشين، فبالتالي سيتوج رسميا بمباريات الدوري الممتاز وسيصبح بطل لمسابقه الدوري الممتاز. زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي يمكن عنده المصري وسيراميكا والبنك الاهلي والمقاولين وسموحه وزيت وانبي ومودر سبورتي، دي يمكن هتكون ختام مبارياته. بيراميدز يمكن عنده الزمالك يوم الجمعه، وبعد كده فاركو، بعد كده زيت، بعد كده الداخليه، طلائع الجيش. يمكن ده ابرز مباريات الاهلي وبيراميدز المتبقيه من مسابقه الدوري الممتاز. في شك طبعا معنويات نادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي مرتفعه بشكل اكبر من لعيبه نادي بيراميدز، خصوصا بعد الفوز في مباراتين متتاليتين اللي هم جمعتهم في مسابقه الدوري الممتاز وكانت مؤجلتين في الفتره الاخيره. اكيد كل تاكيد دعم جماهير النادي الاهلي في الفتره الاخيره سيكون داعم للنادي الاهلي في حصد لقب مسابقه الدوري الممتاز خلال الفتره اللي جايه. طيب يعني مباراه الامس لكل من تابعها يعني كان في شحن الحقيقه، وكان في عنف، وكان في انذارات وطرد. في رايك انه الموضوع ممكن يوصل لعقوبات شديده؟ بكل تاكيد كان في خروج عن النص من جانب بعض اللعيبه، فما فيش شك طبعا سيكون هناك عقوبات على مروان حمدي لاعب بيراميدز، قد يكون هناك عقوبات على محمد الشيبي ايضا لاعب بيراميدز. يمكن شفنا بعض الاشارات الخارجه وشفنا بعض الالفاظ الخارجه من جانب بعض لاعبي بيراميدز، كل ده طبعا هيكون فيه عقوبات. في بعض الامتحانات من جانب جماهير النادي الاهلي، في بعض الالفاظ خرجت من جانب جماهير النادي الاهلي، ولكن ستكون هناك عقوبات رادعه على الجميع. الجميع يتمنى مسابقه منتظمه، يتمنى اخلاق رياضيه، نتمنى ان ما نشوفش الحاجات دي في ملاعبنا، نتمنى التشجيع يكون بشكل مثالي اكبر من ذلك.
العقوبات على لعيبه بيراميدز قد تصل الى 5 أو 6 مباريات خلال الفتره اللي جايه، وده بصراحه سيكون قرار رادع لمنع اي لاعب تسول له نفسه ان يتلفظ بالفاظ خارجه او اشارات خارجه ان كانت تزيد من الاحتقان ما بين الجماهير المصريه، لان احنا في النهايه دوله واحده يهمنا جدا الارتقاء بمسابقه الدوري المصري. صحيح. طيب قبل ما نتركك، توقعاتك لمباراة بكرة اللي هتكون الأولى لينا في أولمبياد باريس 24؟ منتخب مصر طبعا يمكن من حسن حظه ترتيب مبارياته هتكون بشكل جيد جدا، يمكن هيبدأ مع جمهورية الدومينيكان، والمباراة بكرة هتكون الساعة 6، وبعد كده عنده أوزبكستان، وآخر مباراة اللي هي أصعب مباراة هتكون أسبانيا. صحيح. بشكل طبعا الدومينيكان هي أسهل مباراة، الفوز في ضربة البداية لمنتخبنا الأولمبي مهم جدا، سيعطي دفعة معنوية للاعيبة منتخبنا الأولمبي إن هي تحقق الفوز في المباراة التالية اللي هي مباراة أوزبكستان. ستبقى مباراة واحدة اللي هي أسبانيا اللي ستحدد بشكل كبير شكل الفريق أو الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني. كل التوفيق وكل الدعم لمنتخبنا، يمكن حقق نتائج طيبة جدا خلال الفترة الماضية، أستاذ جمال علام رئيس الاتحاد، الكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب، ميكالي، كلهم مساندين جدا للمنتخب في فرنسا، وهناك تفاؤل جدا من جانب اللعيبة سواء الصغيرين واللعيبه الكبار اللي بتدعم اللعيبه الصغيرين، سواء الكابتن محمد النني او الكابتن زيزو، وجودهم مهم جدا، لعيبه كبيره في فرقها، واكيد هتقدر تعمل الفارق لصالح منتخبنا باذن الله. توقعاتك تحديدا لمباراه اسبانيا، اسبانيا مدرسه في كره القدم وفي نجم كبير هيلعب في صفوف المنتخب الاولمبي الاسباني، معنويات لاعبتنا خصوصا الاصغر سنا منهم يعني. خليني اقول لحضرتك يمكن كواليس الجلسه اللي جمعت ميكالي ما بين لعيبه المنتخب وكانت تحديدا بالامس، يمكن ميكالي اتكلم معاهم قال لهم احنا عايزين ناخد كل مباراه على حده، مش عايزين نفكر في ماتش اسبانيا، مفيش شك طبعا اللعيبه كلها بتتكلم عن مباراه اسبانيا، ولكن هدفهم هو الفوز في اول مباراتين، ده هيخلي في اريحيه شويه، المنتخب يبقى عنده 6 نقاط، فده هيخلي في فرص اكبر لمنتخبنا في التاهل للدور التالي. مباراه اسبانيا طبعا يمكن مستر ميكالي مذاكرها كويس جدا، وعايز اقول لحضرتك ان هو عمل تحليل لـ3 منتخبات وشرح في محاضرات فنيه كثيره جدا خلال الفتره الاخيره للاعيبه منتخبنا عن 3 منتخبات ونقاط القوه ونقاط الضعف في الـ3 منتخبات، ولكن زي ما قلت لحضرتك يمكن دي تفاصيل الجلسه بتاعت امبارح، نتكلم معاهم عايزين ناخد كل مباراه على حده، مش عايزين ان احنا صحيح. نفكر في المباراه الثالثه واحنا عندنا مباراتين اولانيين يعني. نعم، اشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي بكره في كل المباريات الجايه، والحقيقه لكل ابطالنا اللي بيتسابقوا وبيتنافسوا في اولمبياد باريس 24، ان شاء الله تكون منافسات قويه وممتعه ويرجعوا لنا بحصيلة يعني عالية بإذن الله من الميداليات. أشكر الناقد الرياضي محمد الصايغ، نخرج إلى فاصل ومن بعده متابعتنا مستمرة. رحلة طلابية بنكهة ترفيهية إلى أكبر مهرجان سياحي في مصر والشرق الأوسط، كانت هذه إحدى مفاجآت وزارة التعليم لطلاب الجامعات للمشاركة في الأنشطة التنموية والتوعوية والترفيهية. المكان صراحة ما كنتش أتخيله بالجمال ده، زي ما حضرتك شايفة منظر البحر، الأماكن كلها بسم الله ما شاء الله كويسة يعني. تقريبا إحنا 6 جامعات أو 8 تقريبا، نظام البطولة كان اتحدد النهاردة، مجاميع كل مجموعة فيها 3 فرق اللي يصعد منها أول وتاني، كل فرقة بتلعب بعضها ويصعد منهم أول وتاني، وبعدين الأدوار النهائية إن شاء الله تبقى بكرة إن شاء الله. هو طبعا الزيارة لوحدها دي يعني دي أصلا شرف لينا، وتاني حاجة إن كليتي تختارني أنا يعني أنا وزمايلي اللي معايا في الفريق إن احنا نطلع ونمثل الكلية ونيجي هنا العلمين مخصوص، يعني دي لوحدها تبقى ذكرى حلوة يعني، بإذن الله نقضي وقت كويس ونعمل كل اللي علينا بإذن الله.
تهدف الوزارة لمشاركة أكثر من 6 جامعات أسبوعياً، وتضم الجامعات التكنولوجية والخاصة والأهلية والدولية. إحنا الهدف بتاعنا الأساسي هو بناء الإنسان المصري، فلما نبتدي إن إحنا نؤلف ما بين كل العقول دي ونقول لهم كمان إن في هدف كبير جداً، إن إحنا بندي رسالة لكل العالم قد إيه مصر جميلة بالمكان الجميل ده بشعبها الممتاز ده بطلبتها المبدعين دول. في عندنا فوليبول وكرة خماسي، في عندنا أيضا يمكن الأشغال الفنية وكمان الرسومات الجميلة بتاعت ولادنا الألز والجميل أيضا. نحن معنا فريق كورال بنها، وده فريق كورال اللي حصل على أول إبداع السنة دي. الولاد بتستمتع هنا وبيحسوا بحاجة واحدة بس، قد ايه بالانتماء والوطنيه، وانا قد ايه بلدنا جميله قوي. بجد بجد كنت متحمسه جدا جدا اجي العالمين الجديده، سمعت عنها كتير قوي، فقررت اول ما قالوا لنا في الجامعه انكم ممكن تيجوا تغنوا تعملوا اي حاجه انتم بتحبوها هنا، فحسيت ان انا لازم لازم اروح بجد، والحمد لله جيت. دلوقتي احنا بنستعد ككورال قطرات الندى، اللي احنا استعداداتنا للمهرجان اللي احنا هنعمله النهارده بالفن التشكيلي وكرة القدم والغناء. استمتع الطلاب وسط أجواء مبهجة على أرض المدينة الترفيهية بمدينة العالمين الجديدة، وذلك في إطار تعاون بين الوزارة وبين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتكن تلك الزيارة واحدة من مفاجآت المهرجان العديدة لزوارها حتى الآن. خلود الرفاعي، DMC. واحنا بنتابع فعاليات مهرجان العالمين اليومية، وزي ما حضراتكم تابعتوا في التقرير ده كان وفد من طلاب الجامعات المصرية اللي بيشارك في فعاليات المهرجان. في إطار خدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة والتعاون لدعم المشاركة في الأنشطة التنموية الإنسانية في مصر، أعلنت وزارة النقل تنظيم رحلات يومية لمهرجان العالمين بأوتوبيسات فاخرة، وده هيكون بدءا من يوم الخميس 25 يوليو بإذن الله. بينضم إلينا هاتفيا الناقد الفني باليوم السابع الأستاذ علي الكشوطي. مساء الخير أستاذ علي. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني غير التنوع الكبير في فعاليات المهرجان هذا العام، كل شوية بيدخل على الخط خدمات أخرى ما بين خدمات صحية ودلوقتي خدمات للنقل للتسهيل على المواطنين، شايف قد إيه ده بيدعم المهرجان وإنه يكون في مشاركة أكتر وأكبر عدد ممكن من الناس تقدر تستمتع بهذه الفعاليات؟ هو في البداية طبعا يعني كل الخدمات دي بتأكد على إن إدارة المهرجان والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مش بتقدم مهرجان يشبه غيره من المهرجانات. يعني احنا في العادي بنشوف مهرجان سينما، مهرجان مزيكا، مهرجان حتى رياضة وغيره من أنواع المهرجانات، بس فكرة جمع كل الفعاليات دي في مكان واحد وتحت مظلة مهرجان العالمين، والتفكير في أدق التفاصيل اللي تخص الترانسبورتيشن أو طريقة النقل للجمهور أو للزوار، تقديم خدمات صحية بالمجان في شارع الصحة، الاهتمام بمكان يكون موجود يأوي الحيوانات الأليفة الخاصة بالزوار بحيث أنهم يقدروا يستمتعوا بالفعاليات من غير ما يبقوا قلقانين على ألقائهم من الحيوانات الأليفة، الاهتمام بالطفل وتخصيص مهرجان نبتة خصيصا للطفل. ده بيأكد على أن تفكير الشركة في تقسيم المهرجان تفكير مختلف، تفكير في أدق التفاصيل تتعلق كل شيء، يعني موجود شاطئ مجاني مفتوح لكل الزوار، موجود مواصلات عامة ومواصلات تقدر توصل الزوار للمدينة، موجود خدمات صحية، موجود خدمات ليها علاقة بالحيوانات الأليفة، موجود خدمات وفعاليات وأنشطة للأطفال. فإحنا قصاد مهرجان فكره مختلف وطبيعته مختلفة، والحقيقة يعني لازم نشكر عليه الشركة المتحدة إن هي مش خايفة تفصيلة ممكن تكون عائق أمام إن الناس تروح تستمتع بالأجواء. حتى أسعار الحفلات اللي فيها مجموعة كبيرة من الحفلات أو حتى الأنشطة المختلفة سواء الرياضية أو الترفيهية، أسعارها في أسعار مناسبة جدا جدا لحتى لرحلات اليوم الواحد اللي هو يعني قطاع كبير من المصيفين او من الزوار المدن الساحليه بيعتمد على فكره رحله اليوم الواحد اللي هو مجموعه مع بعض اسره او شباب او اصدقاء يتحركوا مع بعض بالمواصلات يحضروا
فعاليات ويستمتعوا بالاجواء والشط والجو ويرجعوا تاني في نفس اليوم. صحيح. فده كمان ده بينفي كل اللي بيتم ترويج ليه بان هو مهرجان للاغنياء فقط ومهرجان للنخبه. بالعكس، يعني انا شايف ان المهرجان طبيعته بسيطه جدا وبيحاول يقدم الأنشطة والخدمات لكل الفئات المصرية يعني على تنوعها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الفني باليوم السابع الأستاذ علي الكشوطي. استمرارا لفعاليات معرض بورسعيد للكتاب بالتزامن مع مهرجان العالمين بفعالياته الثقافية والفنية المتنوعة، بيشهد معرض بورسعيد السابع للكتاب واللي بتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بيشهد إقبال كبير الحقيقة من المصريين على فعالياته الفنية والثقافية اللي بتقدمها الهيئة طوال أيام المعرض. معرض بورسعيد للكتاب انطلق يوم 18 يوليو ومستمر حتى 27 من الشهر الجاري. بيتنوع جمهور معرض بورسعيد ما بين الكبار والصغار، سيدات ورجال، الكل يجد يعني ما يهمه ويمتعه بإذن الله. ملك ومحمد الحقيقة هما زوجين بيحبوا القراءة جدا، قرروا ان هما يعملوا مكتبة للكتب، مكتبة على قدهم كده. بدأ هذا المشروع من 10 سنين بتحمس ملك لانها تبيع الكتب المستعملة، تشتري كتب مستعملة عفوا من الناس وتقدر تعيرها لمن يهتم ومن يحب ان يقرأ بسعر رمزي جدا. انضم زوجها لها في هذا المشروع بعد اعجابه بالفكرة وبيأجروا الكتاب لكل محبي القراءة فقط ب2 جنيه. شكرا ملك ومحمد وكل من له فكرة مبدعة وبسيطة تسهم في تنوير العقول وتغذي الروح. شكرا لمتابعتكم لينا على مدار حلقتنا النهاردة، نلقاكم الأسبوع المقبل في أمان الله.